اتفضل. هنعلق على الجزئيه دي، بس خليني سريعا استاذن حضرتك ناخد مداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس قناه الاهلي عشان يقول لنا القائمه الخاصه بالفريق لمباراه الغد. يا شريف اهلا بك من جديد، عايزين نعرف اخر الاخبار عندك ايه وفيما يتعلق بقائمه النادي الاهلي لمباراه بيراميدز غدا، اتفضل. بجد تحيه طبعا زميل امير والنقد الرياضي الكبير استاذ اسامه، النقد الرياضي الكبير طبعا ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني اقول لك ان الاهلي اعلن منذ قليل قائمه ال 21 لاعب المسافرين الى برج العرب مبيت ليله مباراه طبعا بيراميدز في 8 مساء غد. يمكن الاهلي هيتحرك كمان ربع ساعه من النادي الاهلي في الجزيره متجه على طول الى برج العرب باذن الله يوصلوا بالسلامه. خليني اقول لك قائمه ال 21 في حراسه المرمى ثلاث حراس، تمام، محمد الشناوي، علي لطفي، تمام، مصطفى شوبير، تمام، رامي ربيعه، ربيعه، ياسر ابراهيم، ياسر، ايمن اشرف، ايمن اشرف، علي معلول، تمام، احمد فتحي، حمدي فتحي، تمام، صالح جمعه، السوليه، السوليه، حسام عاشور، محمد هاني، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيلاردو، اجاي، ازارو، صلاح محسن، والوافد الجديد افشه. افشه دي قائمه ال 21 لاعب اللي بيركبوا حامل الاوتوبيس امامي علشان هيغادروا بعد قليل الى برج العرب لمباراه طاهره من اللي يتمنى باذن الله يكون الفوز النصيب النادي الاهلي غدا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. خليني اعيد على حضراتكم قائمه النادي الاهلي المكونه من 21 لاعبا استعدادا لمباراه بيراميدز غدا ان شاء الله في دور ال 16 من بطوله كاس مصر. ال 21 لاعب مين؟ محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، احمد فتحي في خط الدفاع، في نص الملعب حمدي فتحي، صالح جمعه، عمرو السليه، حسام عاشور، محمد هاني، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيرالدو، واجايه، وفي خط الهجوم ازارو وصلاح محسن، والوافد الجديد محمد مجدي قفشه في قائمه ال 21 لهذه المباراه، مباراه الغد ان شاء الله المرتقبه. وارد ان قفشه يكون موجود اساسي على الدكه خارج القائمه، دي كلها امور تخص الجهاز الفني، لكن هو